رشح سائل النخاع من الدماغ بعد إجراء مسحة الأنف لعمل تحليل كوفيد. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. رشح من المخ بعد ما أخدوا عينة نيزو فارنجيال سواب عشان يعملوا اختبار كوفيد 19 اللي هو TRPCR. ده موضوع اتنشر في الجرايد، تقريبا ما فيش جريدة ولا ببليشر في السوشيال ميديا أو في الجرايد الورقية إلا وكتب عن هذا الموضوع. إيه القصة وإيه الحكاية؟ تابعوا معايا الفيديو من أوله لآخره عشان تعرفوا الست ديت اللي هي في أمريكا وسجلوا إن هي رشحت سائل من مخها، بنسميه هذا السائل اسمه سريبرو سباينال فلويد، حاجة اسمها رينوريا. الست دي قصتها إيه؟ وإيه الموضوع؟ هل أنت فعلا في خطر ان عظم الجمجمة يتخرم والسواب تدخل المخ وبالتالي يحصل رشح وتحصل حاجة خطيرة جدا؟ طبعا دي حالة علاجها جراحة، وجراحة مخ مش اي جراحة يعني. فايه القصة بالظبط؟ هتلاقوا تحت الفيديو طبعا المرجعية لهذا الكلام، للقصة اللي انا بقولها دي، بس كلكم طبعا اكيد سمعتوا عنها، وانا بصراحة ما قريتهاش في اول ما نزلت، انما لقيت الناس بيتصلوا بيا وخايفين يعملوا الاسواب. في تحت الفيديو المجلة المشهورة، مجلة علمية مشهورة، شهرت هذه الحالة اسمها Case Study of Cerebrospinal Fluid Leak in a Person After Nasopharyngeal Swab for COVID-19 Testing. طيب ايه هي القصة وايه هي الموضوع بالظبط؟ هو الموضوع ده وارد ولا لا؟ يعني كومن ومشهور وممكن يحصل ولا ايه الموضوع؟ اولا نتكلم عن القصة اللي هي حصلت من كام يوم واتنشرت في الجرايد، يمكن من اسبوع 8 ايام. ليه الست ديت حصل عندها هذا الرشح من السائل النخاعي وازاي حصل ده؟ هل ده خطأ في التكنيك ولا في ايه؟ القصة حسب ما سجلها احد الاطباء وكتب البحث بتاعه ونشره في المجلة اللي الرابط بتاعها موجود تحت اللي يحب يطلع، انها راحت تعمل نيزوفارنجيال سواب، اللي هو نيزل سواب طبعا بتتاخد من منطقة عميقة جدا في الانف، التقاء الانف بالبلعوم، نيزوفارنجيال، ولذلك اسمها انف بلعومية، مسحة بلعومية من الانف. بعد ما خدت السواب بدأت تشعر بدوخة وديزينس وويكنس وعدم تركيز وفي رشح. راحت على المستشفى قالوا ده في رشح من المخ، وبالتالي دخلوها عملت العملية عشان يمنعوا هذا الرشح، لأن طبعا خطير جدا. بعد عنكم، لما كنا بنشتغل زمان واحنا صغيرين في الطوارئ وتجيلنا حادثة سيارة وواحد مخبوط في دماغه ولا أي حادثة، ونلاقي فيه سائل بينزل من الودن ونعرف ان ده هذا السائل من المخ، سائل النخاعي، تعلن حالة الطوارئ وبتنقل على طول على العناية المركزة ويدخل على طول الى غرفة الجراحة عشان انقاذ حياته. الدكتور ذكر في التقرير بتاعه ان هو لقى الحكاية دي بس حب يدرسه، فبدأ يدرس قصتها وتاريخها الطبي، يعني لجل الحظ البلاد ديت بيبقى المرضى عندهم سجلات ومحتفظين بيها. لقوا انها كانت عاملة عملية، كان عندها مشكلة زمان في وعملت عملية في قاع الجمجمة، وهذه العملية نتج منها ضعف في قاع الجمجمة، فعمل ثغرة في قاع الجمجمة اللي بيدخل السواب، لمس هذه الثغرة وبالتالي حصل النزف اللي احنا بنتكلم عنه. فهل ده ممكن بقى يحصل او معدله ايه؟ اول حاجة طبعا هي كما هو واضح كده معدل ضعيف جدا جدا، طب بس برضو حاجة خطيرة، طب نعمل ايه؟ الاول معدله ايه؟ الكونجينيتال ابنورماليتيز او السيرجري اللي بتؤدي الى هذا الموضوع شيء نادر جدا، يعني عشان واحد يكون عنده عمل جراحة في الجمجمة في قاع الجمجمة ويروح يعمل السواب من غير ما يفتكر انه عامل جراحة ويقول للدكتور ده شيء طبعا نادر حدوثه جدا جدا. وبرضو العيوب الوراثية اللي بتؤدي الى هذا الضعف في قاع الجمجمة برضو من الامور النادرة جدا جدا.
طب نتجنب الموضوع ده ازاي؟ التجنبه سهل قوي قوي. اول حاجه انك انت طبعا دي شغله المفروض اللي بياخد السواب او الدكتور، انه بيسالك اسئله مباشره ودقيقه عشان يعرف عندك مشكله في قاع الجمجمه ولا، وانت بالتالي تساعده في انك انت تقول له كل حاجه قبل ما تعمل السواب. طبعا الموضوع ده اللي هو proper history collection from the patient، تاريخ سليم من المريض، بيجنب هذا الموضوع تماما. والحاجة التانية ان لازم السواب بتتعمل عن طريق فني مدرب او عن طريق دكتور، ما ينفعش ان ايه اي واحد كده يروح يعملها. لو انت لا في الدول اللي بتسمح للواحد يعمل السواب بنفسه ما بتبقاش نيزوفارينجيال سواب. طب لو انت هتعمل السواب بنفسك، يعني في بعض الدول عشان يوفروا البي بي اي اللي هو ما انت عشان الدكتور او تروح للفني المستشفى لازم الدكتور يلبس الماسك والقناع بتاع الوش ويلبس البي بي اي وتكلفه، فعشان يعملوا حصر شامل مش معقوله بقى 100 مليون واحد مثلا يضيعوا 100 مليون بي بي اي. فبيقول لك بعض الناس ممكن تعمل هذا المسحه دي تاخدها بنفسك. فتاخدها بنفسك ازاي؟ لا ما ينفعش بقى تاخدها نيزوفارينجيال سواب من جوه، لا في طريقه ثانيه من النصر الهير من البدايه تاخد المسحه دي. اول نقطه. طب تاني نقطه ايه؟ تاني نقطه ان الاسواب معينه بتبقى نوع معين، بتبقى من نوع معين من البلاستيك مش الخشب، وبتبقى مرنه جدا، والواحد لازم يمسكها ماسكه صح. بنمسكها زي ما بنمسك القلم. بنمسك القلم ازاي؟ اهو بنمسك القلم بهذا الشكل وندخلها سنه سنه. ما ينفعش ان احنا نمسكها بهذا الشكل لان كده ايه بتصد فيا، فماشي. اما بنمسكها زي مسكه القلم، لو لقيت حاجه ناشفه قصادي بتتسحب الاسواب ممكن يرجع لورا ما يلحش، فبالتالي دخلته بتبقى حنينه في مناخير الشخص. فلو صادف النادر جدا ان في هذه المشكله، مش هيحصل انه يخش جوه ويوصل للسائل النخاعي بتاع المخ. فإذا طريقة أخذ العينة مهمة جدا جدا. رشح سائل النخاع من الدماغ بعد إجراء مسحة الأنف لعمل تحليل كوفيد. يعني عايز أقول لكم قد هي نادرة إن الحالة اللي أنا بتكلم عنها ديت هي الحالة الوحيدة التي حصل فيها كده. الحالة الوحيدة، يعني شوفوا كم اختبار اتعمل على مستوى العالم، يعني مئات الملايين من الاختبارات، ولكن الحالة الوحيدة اللي سجلت هذه. وأي واحد هتحصل له طبعا هذه الحالة لازم تتسجل لأنها حالة خطيرة جدا. فبالرغم أنها نادرة جدا لكن لازم طبعا نحتاط ليها قوي. فديت كانت قصة الست اللي نشرت الجرايد عنها ورشح من ودنها رشح سائل النخاعي. فما نخافش ونتوكل على الله ونعمل التحليل مفيش مشكلة. بس هي النصيحة الأكبر أو الأهم كده، لو هتعمل التحليل لسبب ممكن تتجنبه تجنب السبب. يعني واحد مسافر لسفرية مش مهمة جدا، بيزنس مان كان متعود قبل كوفيد يسافر كل شهر، لا بعد كوفيد بقى حاول تسافر كل 3-4 أشهر، يعني لأن في كل مرة هتسافر هتطلب منك هذه المسحة. والمسحة طبعا مفيش شك مزعجة لمدة ثواني أثناء ما بتاخدها، ولو كان اللي بياخد منك المسحة غشيم ممكن تتني مناخيرك متهيجة شوية ساعة ساعتين ثلاثة حسب ظروف أخذ العين. وتمنياتي لكم جميعا بالشفاء، وإن شاء الله ينزح هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.